يعني طبعا حضرتك متابع حديث الساعه والاغنيه اللي اثارت جدل كبير جدا، وهي اغنيه بنت الجيران، وانه الفنان هاني شاكر اصدر قرار بمنع كل مغنيين المهرجانات الشعبيه بان هم يبقى ليهم تصاريح او حتى يبقوا اعضاء في النقابه. حضرتك ايه رايك في القرار ده، وايه رايك في موضه المهرجانات؟ هل انت معاها ام ضدها، ام ان احنا ندعمها بشكل يبقى يليق بالفن او الذوق العام المصري؟ طيب اهلا بيكي واهلا بالساده المشاهدين. في الاول احنا عندنا الموضوع بينقسم لشقين. الشق الاول هو فكره وجود اغاني المهرجانات وانها فرضت نفسها بشكل كبير جدا على الذوق المصري العام من فتره مش قليله. يعني احنا الموضوع عندنا ما بداش بس باغنيه حققت ترند او احتلت مكانه متطوره، يعني متقدمه على موقع الساوند كلاود اللي هي بنت الجيران. يعني احنا بنتكلم في الموضوع انه قبل كده بشويه، تمام، اغاني المهرجانات اوريدي موجوده فعليا، هي فارضه نفسها على الساحه من فتره. ليها جمهور كبير جدا، وده ممكن يكون الشيء اللي بيميزها عن بقيه الاغاني، يعني او بقيه انواع الاغاني، ان هي بتتميز بالقوه العدديه. فكره الجمهور اللي بيتابعها هو اكبر من الجمهور العادي اللي بيتابع الاغنيه العاديه. تمام؟ تمام. فده شق. الشق الثاني هو فكره منع ظهور الفنانين اللي هم مؤديين المهرجانات. انا ضد فكره منع اي شيء، لانه دائما الممنوع مرغوب، ودي قاعده يعني احنا متربيين عليها. صح، صحيح. ففكره المنع في حد ذاته انا ضد المنع، انا مع التقنين مش المنع. احنا قدام ظاهره شئنا ام ابينا هي موجوده، رافضينها او لديها قبول يعني عند البعض، هي فرضه نفسها وهي موجوده. انا مش هقدر امنعها لانها هي مش ماشيه في الاطار القانوني الطبيعي بتاع ان انا اقدر امنع اغنيه او امنع المطرب بتاعها انه يغني او ينزل حفلات او 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 او. هي اوريدي ماشيه في اطار غير قانوني في الاصل. هي مجموعه من الشباب بيجتمعوا في مكان ما بيسموه استوديو، يعني بالظبط، ويسجلوا الاغنيه. يعني انا شايف، نعم، وبيسجلوا الاغنيه، يعني بيتم بمجهودهم الذاتي بدون اي رقابه. بالظبط بالظبط. هم حتى ما بيروحوش ياخدوا تصريح رقابي او نقابي عشان ينزلوا الاغنيه. يعني احنا كلنا عارفين انه الطبيعي جدا او الخطوات القانونيه في صناعه الاغاني انه في شاعر بيكتب كلام وبيروح ياخد على الكلام ده موافقه من المصنفات، تمام، صح، وبياخد ترخيص بانه الكلام ده يتغنى، وبعد كده بيعمل التنازل او التصريح للمطرب بغنائه. اذا الموضوع مقنن. لو المصنفات شايفه ان الكلام ده لا يصح انه يقال، ففورا بتقول لا الكلام ده مش هيتغنى. احنا مشكلتنا مع المهرجانات هي في الاصل، في الاصل هي مشكله كلمات. بالظبط. هو بالمناسبه اللي فيه كتير مش فاهمينه شويه، انه الشكل موسيقى المهرجانات اتفقنا معه، قبلناه او رفضناه، هو الشكل الموسيقي الوحيد المتكامل من بعد الشكل الموسيقي او الطفره الموسيقيه اللي عملها حميد الشاعري في الثمانينات. يعني من وقت حميد الشاعري لحد النهارده احنا كل المزيكا بتاعتنا بتدور في سلك حميد الشاعري. ما فيهاش ابداع تقصد حضرتك، يعني ما فيهاش تغيير، ما فيش او ابداع، او ما فيش اختلاف. بالظبط كده. احنا يعني الموضوع ما فيش، هو كله ان حتى ان جبنا اشكال موسيقيه عشان نواكب التطور اللي بيحصل في العالم كله، لكن لو حضرتك تلاحظي احنا التوزيعات الموسيقيه بتاعتنا كلها هي ماشيه في فلك حميد الشاعري بقالنا اكتر من 35 سنه. طلع مره الاندر جراوند وما قدروش يثبتوا ان هم ليهم شكل موسيقي، صح. فكانت النتيجه ان هم بقوا موجودين وبيدوروا في نفس الفلك. الشكل الوحيد اللي فرض نفسه على مجموعه كبيره جدا من الجمهور هو شكل مزيكة المهرجانات، صح. رافضينها، اوكي، احنا رافضينها، ما عندناش مانع في ده، لكن الموضوع مش في ان احنا نمنعها، لانه مش هنقدر نمنعها. يعني احنا الموضوع ظهر على السطح بمناسبه اغنيه بنت الجيران، يعني بتاعت حسن شاكوش وعمر كمال، لانه في ترند حصل وفي
وفي كلام كتير قوي اتقال وقعدت الناس تتكلم. انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ محمود، يمكن الاغنيه نفسها كلماتها ما فيهاش حاجه مسيئه غير الجمله بس اللي هي اثارت الجدل، لكن كمقارنة للمهرجانات التانية هنلاقي ان كلامها يمكن رومانسي او في مغازلة للبنت اللي بيحبها بشكل شعبي. بشكل شعبي وبشكل محترم، لكن هي الجملة بس اللي اثارت الجدل. تانية اصعب، مهرجانات تانية اصعب من كده بكتير، وللاسف بيكون فيها ايحاءات جنسية. المهرجانات كلها بتدور في فلك ايه؟ بتدور في فلك انه القتل والسلاح والابيض والخاين والصاحب الغدار والحبيبه اللي خانتني فلازم اخد حقي منها، صح. اللي هو المنطق اللي هو اخد الحق بالدراع. فاللي بيحصل ده فعلا بيلاقي قبول عند فئه كبيره جدا من الشباب. احنا خلينا نقول انه تصنيف جمهور المهرجانات هو بيبدا بانه النسبه الاكبر فيه غير المتعلمين او غير المثقفين او المهمشين صح التعبير، مع اضافه فئه ثانيه من الناس اللي بتحب يعني تغير المود فبيروحوا للمساله دي.